السلام عليكم. عندي رياضيات أول متوسط تدرب حتى من صفحة 76. السؤال الرابع والخامس رياضة. يبين الجدول التالي نتائج 20 رياضيا في لعبة الخمس الآلي. مثل بمظلع تكراري وبعدين صف التغييرات. رايدين الجدول منا لهنا كان بس بالكتاب. منا لهنا وأني كملته. شان كملته؟ عندي قانون الجدول التكراري. شنو القانون؟ اجمع بعدين اقسم على 2. جمعت 11 زائد 20 طلع لوحة 30 على 2. قسمت اختصرت طلعت 15.5 يعني 15.5. بس سويت نقطة جديدة. الناتج 15.5 حطيت فارزة وياها تكرارها 3. ماشي؟ خوش. زين عندي هذا 21 و30 الفئة هاي أجمعها بعدين أقسم على 2. أجمع 21 زائد 30 على 2 إيش قد يساوي لي؟ 51 على 2 اختصرت طلعت لي 25.5 يعني 25.5. فهاي المركز الفئة حطيت 25.5 وفارزة تكرار مالتها هي 4 حطيتها. نعم عندي 31 و40 هذني جمعتهن وعلى المقام 2 جمعتهن طلعت لي 71 على 2 اختصرتهن طلعت لي 35 35.5 يعني 35.5. حطيت هاي نقطة جديدة مال مركز الفئة هياتها نانا 35.5 فارزة ايش قد تكرارها؟ 7 حطيتها 7 سويت نقطة. بعد عندي 41 45 هذني جمعتهن اقول 41 زائد 50 على 2 هذا قانون احفظوه قانون جمع مركز الفئة هو جمع جمع أقسم على 2 ماشي جمعتها طلعت لي 91 على 2 اختصرتهن طلعت لي 45.5 يعني 45.5. إذا حطيت نقطة افتحت قوس كتبت هاي مركز الفئة هنا يعني 45.5 5 فارزة شقد تكرارها 4 كملت الجدول. هذا طريقة جدول تكرار فئة مركز فئة جمع وتقسيم على 2 والنقطة أحط مركز الفئة الجواب ويا تكرارها. هاي النقطة أشتغل عليها برسم. قاعدين شنو رسم مضلع؟ شنو مضلع؟ مضلع يعني أرسم هالشكل. هذا المضلع. الأرقام أكو طريقتين للحل. لو هاي لو هذه أعطيكم هاي هذه عندي 15 مثل مباشرة أكتبها. ليش ما سب اللي قبلها هي العشرة قبل 15 هي العشرة فأقول العشرة هياتها عشرة بعد أمشي بالسرعة أنزل كل الفئة هاي الفئة الأولى هاي كلها يعني هذا الجواب الناتج حطه بمركز الفئة 15 35 25 35 أو 45 كلها ونص 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 حطه وين مركز الفئة هذا مركز الفئة مشيت الأرقام مالتها 15.5 25.5 35.5 34.5 50.5 ليش جبتها من 50.5 جبتها من أنا من أقل رقم 11 إلى أعلى رقم 50 ال11 شنو قريبة عليها؟ العشرة حطيتها وأقل أعلى رقم 50 هذا 50 ماشي؟ التكرار شنو التكرار؟ أعلى رقم قصدي أقل رقم 3 وأعلى رقم 7 أقل رقم 3 ما تفيدني 3 اللي تفيدني 2 حتى أجمع 2 إلى أن أوصل للسبعة السبعة مالتها هي 8 من أجمع 2 شلون سويتها؟ 2
اجمع من عندي، لان ثلاثة ما تفيدني. قلت لك تفيدني اثنين، بقول اثنين واثنين اربعة، اربعة واثنين ستة، ستة واثنين ثمانية، اذا ثمانية حتى اقربها للسبعة. اول نقطة 15.5، هاي مركز الفئة حياتها. شو تقابلها بالتكرار؟ ثلاثة أيانها 15.5، هاي مو اثنين، ثلاثة أربعة، إذا هيئتها هنا أنا. هاي نقطة. بعد عندي 25.5، هاي 25.5، 25 هاي 25.5، بس مش قد بخمسة، هاي مو أربعة، هنا خمسة، هاي خمسة، إذا هيئتها عندي 35.5 بـ7، 35.5 بـ7، 35 هياتها بش قد بـ7، هاي 8 هيات النقطة مالتها هنا يلتقون بـ7. بعد عندي 45 بـ4، 45 هاي 4، هذه 4 كملنا. هسه المظلع التكراري، هذا مظلع تكراري رسمته، هسه اوصل النقاط، اوصل النقاط زين. شلون ترسم بعد هالشكل؟ ناقصة اسوي النقاط هالشكل، بعدين هاي وين توصل؟ خوش. اذا اعلى نقطة، شوفوا النقطة، اعلى نقطة شقد؟ اعلى نقطة هي شقد؟ 35، ونزل بالنزول ونزلت 50. اذا نقول اعلى نقطة، اعلى نقطة، أعلى نقطة 35.5، وأقل نقطة بالنزول، أقل نقطة قصدي أقل فئة، لا عفوا فئة، هنا يعني فئة، أقل فئة، أقل فئة بالنزول قد نزلت 50. هذه الطريقة الأولى، الطريقة الأولى هاي. الطريقة الثانية، هاي الطريقة الثانية، انتو تختارون لو هاي لو هاي. شوف المعلمة شو تكتب على السبورة، المعلمة باختيار المعلمة، المعلمة باختيارها، انا حاطة اختيارين، شي الي وشي المعلمة، هي المعلمة مش راح تقرر، انتو تشوفوا. هاي الطريقة الثانية عندي، هاي الطريقة الثانية. الفئة 15 أقل رقم، ال 15 ما تفيدني، شنو قبلها؟ ال 15 قبلها 10، قبلها 10 مو صحيح؟ قبلها 10، وهنا أنا أقل رقم إيش قد؟ 11، شنو قبلها؟ 10، إذا أقول 10 وأجمع 5 5، 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60. اذا شنو ها جمعتها؟ 5 5. خوش زين، كملنا الطريقة الاولى. الطريقة الثانية التكرار من 3 اقل رقم لحد 7 اعلى رقم. اذا 3 ما تفيدني، فاجمع 2 2 2 4 6 8، 8 وصلت لـ8، ليش؟ لأني هنا أكو رقم 7 قريبة على 8، إذا هياتها 2 4 6 8. مثلتها من النقطة 15 3، هي أنا 15 3، هاي 15.5 ويا الـ3، هاي الأربعة الجوها الأقل 3، بعد 25 4، هاي 25، هاي 25 وبأربعة هياتها، بعدين 35، هاي 3، هاي 35 بش قد؟ 35 ب، هاي 35 هي يعني 35 ب7، هاي 35، هاي مو 8 اللي قبلها 7، اذا هي 7، بعد 45 4، هاي 45، 45 بش قد؟ ب4، اذا يلتقون. ووصلت، وصلت النقاط، وصلتها، بعدين حطيت نقاط، شوفون توصل هنا وين وصلت؟
قلت اعلى فئه هي 35 صح. اعلى شو هاي شعلاتها 35 هاياتها هاي 35 اعلى شيء باعوها فوق. بعدين بتبين نزول ونزلت 50 وشكرا. ها طريقه اعزائي الطلبه وها طريقه وشكرا.